في إطار قريب إدارة المقاولة. فاللقاء الأول كان في شهر مايو الماضي مع المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي. اللقاء الأول طبعاً كان في حضور المديرية في شرح أهم المضامين أهم المقتضيات طبعاً من أجل تبسيط المساطر المتخصصة المتعلقة بالضمان الاجتماعي. فهذا اللقاء الثاني لا يقل أهمية عن اللقاء الأول لأن يعني الضرائب طبعاً ارتباطها المباشر بالمقاولة. والمقاولة طبعاً عندها واحد جزء كبير الضرائب كتخلصها من الدولة طبعاً يمر عبر المديرية الجهوية ديال الضرائب. فهاد اللقاء مهم إن شاء الله باش يكون ورشة وماشي ندوة لكن هو تفاعل مع القاعة مع الإشكالية اللي عندكم أهم الأمور اللي طبعاً كتلقاو فيها الصعوبات. دونك تنظم الهيئة لقاء تواصلي ثاني بين الإدارة والمقاول ولقاء لتقريب الإدارة من المقاولين. طبعا اللقاء الأول كان في شهر مايو الماضي مع المديرية الجهوية للضمان الاجتماعي. اللقاء الثاني يأتي تتم للقاء الأول. طبعا الضرائب هو موضوع مهم يخص المقاولة أن مقاولة يعني كاملين كيأديو الضرائب وهذا الهدف هو أننا نقربوا الإدارة تبسيط المساطر كذلك شرح أهم المقتضيات الضريبية وكذلك بعد إذا كانت هناك طبعا بعض العراقيل لمعالجتها والتواصل طبعا يلعب دور كبير فأننا نتقدموا كذلك في الخدمات ديال الضرائب في الموجهة للمقاولات الصغيرة وصغيرة جدا ومتوسطة كذلك. ما ورد في الاستدعاء التدخل ديالي يكون حول محورين ضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة وأخيرا نخليو فسحة للمناقشة. إذا بدينا بالضريبة على الشركات ونبدأ نذكر بداية أن الضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة راه واحد الموضوع اللي خصو يعني باش نطيو التفاصيل خصو واحد الحيز زمني كبير جدا ولكن سأقتصر على يعني الأمور اللي واجب على المقاول يعرف فيما يخص ضريبة الشركات والضريبة على القيمة. السؤال الأول يتبادر إلى الذهن على من تفرض هذه الضريبة على الشركات؟ القانون يحددهم بشكل حصري ويتعلق الأمر بالشركات مهما كان شكلها وغرضها ما عدا تلك المشار إليه في المادة 3. المادة 3 تتحدد عاوت واحد العدد ديال الشركات اللي خارج نطاق التطبيق ديال الضريبة على الشركات. ثانيا المؤسسات العمومية وغيرها اللي كيكون الهدف ديالها هو تحقيق الربح. مؤسسة عمومية مثل الاو ان سي اف ولا طرق سيارة بالمغرب هادو مؤسسات عمومية لهدفها الربح إذا تطبق عليها الضريبة على الشركات. كذلك الصناديق المحدثة بنص تشريعي والغير متمتعة بالشخصية المعنوية مثال ذلك صندوق إدارة التدبير صندوق محمد السادس للاستثمار واحد مجموعة الصناديق اللي كتخضع للضريبة على الشركات. وكذلك مؤسسات الشركات غير مقيمة بالمغرب الشركات اللي غير مقيمة بالمغرب شركات أجنبية يكون عندها إتابليسمون في المغرب تكون عندها تمثيلية في المغرب من أجل إنجاز واحد المشروع ولا القيام بصفقة معينة فتخضع للضريبة على الشركات. جينا اليوم لهنا باش نلتقيو مع المقاولين في اطار سياسه الانفتاح اللي كتنهجها الاداره واللي الهدف ديالها هو التبسيط وشرح المقتضيات المتعلقه بالضريبه على الشركات والضريبه على القيمه المضافه والتي تهم المقاولات الصغرى جدا والصغرى والمتوسطه. وبطبيعه الحال غنخصوا واحد الجزء كبير للانصات للتساؤلات واهتمامات الحاضرين والاجابه على تساؤلاتهم. في مقابل ذلك كاين اشخاص تم استثناؤهم من نطاق تطبيق الضريبه على الشركات ويتعلق الامر بالشركات الفعليه التي لا تضم سوى اشخاص طبيعيين معروفه عند الساده المحاسبين لي سوسيتي دو فيت لما فيهم الا دي بيرسون فيزيك. ومن كيوصل لواحد المرحله انه باش يدوز من المقاوله من مقاول ذاتي يعني باش يبدل لا فورم جوريديك كتكون واحد المواكبه داخل هذيك الشبكه. دابا اليوم خاص هاد الشباب هادو يعني يقويوا هاد الثقه هادي ويثقوا في هاد الشبكات. انا نعطي المثال ديال المؤسسه ديالنا اللي كان ميتريزي زعما لو سيركوي ديالها مثلا لافيم بحكم انها هي يعني امراه مقاوله كيمكن لها تمشي لاي افيم في المغرب هي في الرباط تقدر تمشي لافيم الرباط غاديين يواكبوها سواء بالمعلومات سواء بالتكوين سواء بالتوجيه. وحنا كنديروا لا ميم شوز عندنا في طنجه ومعنا الاخوات مدام امينه ومدام حنان اللي هما
يعني في الميدان كيواكبوا في الشق المالي المجال المحاسباتي، كاينه مواكبه على حسب مثلا على حسب لو سيكتور داكتيفيتي كتكون عندها واحد لاماغين اللي كتواكبها في السيكتور ديالها. لقاء اليوم هو لقاء مهم جدا لأنه يندرج في إطار تقوية العلاقة ما بين الإدارة والمقاولات وبالخصوص مديرية الضرائب التي لها علاقة مباشرة مع المقاولات، فهي العمود الفقري، يعني الشق المالي في المقاولة هو العمود الفقري للمقاولة. إذن لقاء اليوم من شأنه أن يفتح المجال للمقاولين للحصول على العديد من المعلومات المهمة سواء فيما يخص قانون المالية الجديد أو فيما يخص القوانين الموجودة، كيف نتعامل معها، كيف نقترح حلول بخصوص العراقيل التي تعترض المقاولات. كما هو الوضع عالميا، يعني المقاولات اليوم تخرج من مرحلة كوفيد، هناك يعني لا أقول شح ولكن هناك يعني قلة في المواد الأولية، قلة في يعني في الكثير من الأشياء. إذا اليوم المقاولات المغربية تعاني مما يعاني منه جميع المقاولات الدولية، ولكن الحمد لله الانفراج كاين دابا في هذه المرحلة. هذه هما المستثمرون والضريبة على الشركات وكذلك المجموعات ذات النفع الاقتصادي. هذه المجموعه ذات النفع الاقتصادي كيكونوها اشخاص، ربما كيكون مثلا عندهم واحد الصفقه عموميه فيها بزاف ديال في مارشي كبير مثلا، وما يقدرش كل واحد فيهم ينجز هذا المارشي، دونك يضطروا يتكاتلوا الجهود ديالهم على اساس كل واحد كيقوم بجزء ولا كيقوم بعمل معين، مثلا كيدير القناطر كيدير مثلا الاسفلت.